التقنين من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. هذا هو الهدف تاعنا اللي رايحين ان شاء الله نديروه مصالح الامن بالتنسيق مع جمعية الامل اللي هنا بخنشرة. الحمله التحسيسيه نمدوا فيها الكمامات للمواطنين يرتادوها على الوقايه من الفيروس اون بليس لي بيرسون نورمال خليو المسافه تاع هذه الكمامات ثانيه. قامت مصالح امن ولايه خنشله بخرجه ميدانيه بالتنسيق مع جمعيه الامل بخنشله. هذه الخرجه قمنا من خلالها باستهداف المواطنين بدعوتهم من اجل التحلي من اجل الابتعاد عن كل الامور التي تؤدي الى انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 من خلال دعوتهم الى الالتزام بارتداء الكمامات الوقائيه، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكذلك تجنب كل التجمعات التي تساهم في انتشار هذا الفيروس. في هذه العمليه قمنا بتوزيع عدد معتبر من الكمامات المعقمات ومطويات فيها ارشادات ونصائح كيفيه اتخاذ التدابير اللازمه للوقايه. نصحنا المواطنين والشعب باش يتخذوا الامر بجديه، ماهوش الامر اللي يستهزاوا به، وان شاء الله يكون الشعب واعي ويتخذ الاحتياطات تاعو على اكمل وجه.